السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خبر اللي معانا النهاردة عن حريق ضخم جدا في منطقة الهرم في شارع العريش. طبعا نشب حريق ضخم جدا في محل للأكل السوري. فوق المحل ده في أتيليه لفساتين العرايس. طبعا حالة من الرعب سادت شارع العريش. زي ما انتم شايفين الناس كلها اتخضت من منظر النار، وعلى الفور كان في 3 عربيات اطفاء حريق بيطفوا في الحريقة، وكان في عربيات اسعاف علشان لو في اي اصابات. طبعا ربنا يا رب يكون معاهم وما يكونش في اي اصابات. ويا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان اوافيكم بكل الاخبار اللي تخص الموضوع ده. لحد ما اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، اترككم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.